حطاب سامير وتختفى في 2017 نهار 20 في شهر 4 مشي حرق ليبيا مشي من تونس ومشي حرق من تونس ومتين عربنا عليه تخبار دار معنا من تونس قال لك صافي يا امي ما بقيتيش تعيطي في هاد النمره وراه يحيدوا لنا التليفونات وراه بغا يدينا لواحد البلاصه ما عرفناش فين غاديين بينا كان عند الحراق عيط علينا اخر كلام قال لك الحراق راه قلع علينا التليفونات وراه حنا دروكا صافي بغينا يدينا لواحد البلاصه ما عرفناش فين غاديين بينا لا بقى تعيطي في التليفون لا والو خلص مليون ونص ما عرفنا لا مشدود ولا ميت ولا كيف جاري عليه كان عيق راه وخرج من المدرسه ومشى كان باقي ما يخدم ما والو عاقوك بغيت نحرقو صيفط ما يحرق.